الله، وصباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات نهار اليوم الخميس. طقس صافي متوقع 38 درجة مئوية، كحرارة عظمى، الرطوبة 74، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما بالنسبة للمنطقة الشمالية، طقس مغبر مع رياح نشطة في كل من سكاكا وعرعر وتبوك، تسجل سكاكا 32 إلى 19، عرعر 32 إلى 20، أما تبوك 32 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، نبدأ بمدينة جدة، طقس صافي 36 إلى 24، المدينة المنورة 36 إلى 22، مكة المكرمة 39 إلى 26، أما الطائف 28 عفوا إلى 17 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، مطار أبها الدولي يسجل زخات رعدية من الأمطار 25 إلى 16، طقس مستقر في الباحة 25 إلى 17، جازان تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، حفر الباطن طقس مشمس 39 إلى 25، الدمام 37 إلى 25، الإحساء 39 إلى 27. بالانتقال للمنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة الرياض، طقس صافي 38 إلى 22، بريدة 37 إلى 21، حائل، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 33 إلى 20. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.